بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها الاخوه والاخوات ومرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات جوله في عالم الادمان كنا ذكرنا في الحلقات السابقة مررنا على ماهية الإدمان ومررنا أيضا على موضوع يتعلق بالمواد الإدمانية ومررنا بعدة موضوعات تتعلق بقضية الوقاية من الإدمان وبعض الأخطار المرتبطة بالإدمان سواء من الناحية الجسمية أو من الناحية النفسية أو المادية أو من الناحية الاقتصادية أو الأمنية أو إلى ما إلى ذلك اليوم في حلقتنا اليوم حيكون الموضوع ايضا مهم وهو بيتعلق بتساؤل الكثير بالذات من الاباء والامهات والعاملين في الحقل التعليمي والمربين والدعاة اللي هو بيسالوا دائما كيف نتعرف على المدمن يعني بيكون في رغبه شديده لدى الاهالي انه انا اشك انه ابني مدمن كيف اتاكد او انا ابغى اتعرف هل ابني مدمن ولا لا او انا سمعت الان عن خطر الادمان كيف اعرف انه ابني مدمن او لا. الحقيقه السؤال هذا ما هو من السهل الاجابه عليه، اول حاجه لانه المواد الادمانيه كما يعني شفنا في الحلقات السابقه كثيره جدا. واعراضها مختلفة، بل اعراضها احيانا تكون متعاكسة، يعني في مواد بتعمل تأثيرات بتزيد من نشاط الجهاز العصبي، وفي مواد بتخفض من الجهاز العصبي. وفي صعوبة احيانا في التعرف على او في الإجابة على السؤال هذا، لأنه احيانا المدمنين، وهذا في نسبة غير قليلة منهم حقيقة، بيتعاطوا أكثر من مادة، وهذه بتخلي أيضا في صعوبة حتى في ظهور الأعراض والعلامات اللي موجودة عليهم. لكن حنحاول في هذه الحلقة نذكر بعض العلامات وهذه العلامات يجب ان يعني نتذكر من البدايه بانه هذه العلامات ليست تشخيصيه لمشكله الادمان. وانما هي فقط علامات انذاريه، بمعنى لو لاحظت بانه ابني او ابنتي او اخي او احد من الاطراف عنده وحده او اكثر من هذه العلامات، فهي بس علامه انذاريه انه اضع في ذهني انه هذه مشكله وخليني اشوف ايش السبب، قد يكون في عندي مشكله ادمان بالذات في الفترات اللي الشبابيه يعني فترات المراهقه او الشباب المبكر ولذلك بيحتاج اني يعني اضع في ذهني هذه النقطه من البدايه انه هذه الاعراض اللي سأتكلم عنها او الملاحظات او السلوكيات ليست بالضروره انها تكون من الادمان لكن هي ممكن انها تكون من الادمان ممكن تكون انها شيء ثاني بس انا احطها في ذهني واتعرف عليها واذا وجدتها في الشاب او الفتاه فاضع في ذهني انه لا يكون في عندي واضعها زي العلامه الانذاريه اللي تخليني ابحث اكثر وافكر اكثر العلامه الاولى من العلامات اللي ممكن نشوفها لدى الشباب او الناس اللي يصابوا بالادمان اللي هي الانطواء والعزله عن الاخرين وهذه لها اسباب كثيره احيانا الانطواء والعزله ممكن يكون بسبب الماده نفسها اللي بتخلي يعني الشخص او المتعاطي يغيب عن الوعي او يغيب عن الفكر ويغيب عن النشاط لفترات طويله بالذات المواد المثبطه للجهاز العصبي وبالتالي بتخليه يبعد وينعزل عن الاخرين وهذه بيكون جزء من تاثيرها احيانا المواد الادمانيه لانها طبعا غالبا هي مواد ممنوعه طبعا ومواد غير موجوده وبيحرص الشخص في البدايه بالذات في البدايه على ان يخفي امر ادمانه عن الاخرين عن اهله عن عن العمل عن اصحابه عن الناس المحيطين فيه ولذلك بيحاول انه ينطوي وينعزل ويجد لذلك الحجج الكثيره وبيكون في الحقيقه هو منطوي او منعزل بسبب انه يخشى ان يفتضح امره بالتالي هو بيكون بعيد عن الناس عشان ما يكتشفوا او ما يشموا ريحته او ما يشوفوا شيء غريب او ما يختلطوا فيه ويجدوا على ملابسه او في تصرفاته اشياء غريبه ولذلك هذا بيكون واحده من الاشياء الانطواء والعزله هذه علامه انذاريه بتخليني افكر هل يا ترى الشخص هذا عنده مشكله ادمان ولا لا الامر الاخر عدم العنايه بالمظهر واهمال النظافه الشخصيه وهذه من الاشياء اللي ايضا بتكون من المشكلات اللي بتجي مع الادمان انه بالذات الادمان في المواد مثل الهيروينات والكحوليات هذه المواد بتخلي الانسان احيانا بسبب انه صار محور حياته جل حياته متعلق بموضوع المخدرات ويفقد احيانا ميزات ماليه وميزات اجتماعيه وميزات حتى صحيه طبعا بالنسبه له يفقد كثير من الصحه والعافيه فبتلاقيه بيصير عنده اهمال في نظافته الشخصيه واهمال احيانا بملابسه واهمال بشكله ومظهره وهذه يعني ايضا بيكون محور اهتمامه صار نصب على الماده الادمانيه وبالتالي بيخليه انسان مهمل وهذه من العلامات اللي ممكن ان تكون يعني ننتبه لها في موضوع مشكله الادمان. من العلامات الاخرى اللي يحتاجون أن ننتبه لها الكسل الدائم، الشخص اللي بيكون كسول بشكل دائم، في عنده تثاؤب مستمر، في عنده عادات النوم عنده تغيرت، يعني هذه واحده من العلامات اللي ننتبه لها بشكل جيد انه احيانا الشخص اللي فيه خمول او في تثاؤب كثير ممكن يقول واحد كلنا من اصلا كنا نعسانين ولا كنا تعبانين او حان وقت النوم ما نمنا زي ما قلنا هذه الاعراض فقط اذا قلنا في تثاؤب مستمر ومع انه الشخص يعني يفترض انه يكون نائم مثلا او يعني نام لفتره كافيه هذه واحده من الاشياء اللي بتخليني انتبه لوجود مشكله ادمان موضوع تغيير عادات النوم مهم جدا لانه بعض المواد بالذات المواد المنشطه لما يتعاطاها الانسان بتسبب له نوع من الارق والنشاط وبالتالي ممكن يقعد لعده ايام ما يجي له نوم حتى لو رغب هو في النوم وبعد كده بعضهم بعض المتعاطين بيحاولوا انه يدفعوا هذا الامر يا يعني اما باضافه مواد اخرى من المواد اللي بتنيم يعني ممكن مع الامفيتامينات ياخذ حشيش او ياخذ او ياخذ كحول عشان يكسر موضوع او يسموها يفك موضوع الارق اللي عنده وبعضهم لا ما بيستطيع حتى بهذا الشكل او ما بيكون متوفر فبيقعد بيصير عنده لخبطه في عادات النوم، يعني ممكن يقعد ايام بتلاقي بي يعني بيلاحظوا الاهل احيانا انه بي بيقولوا ابننا يا دكتور بيتصلوا بالتليفون بيقولوا ابننا يا دكتور لاحظنا عليه انه عادة النوم نومه متغير، يجي يومين ثلاثه نايم فيها طول الوقت ويجي يومين ثلاثه اربعه برا البيت وما بينام وما يجي الا للفجر او بعد الفجر ويكون في عنده مشكله. هذه اللخبطه وهذه التغيير في عادات النوم عند الانسان هذه واحدة من العلامات الانذاريه اللي يحتاج اننا ننتبه لها. أه وجود خجل او كابه أو اضطراب في المزاج، لخبطة في المزاج، شعور بالضيق في الصدر، الطفش المتواصل إذا ما كانت موجودة من أول عند الشخص، يعني بدأت تتغير شخصيته، بدأ يتغير مزاجه بدأ يصير يميل إلى الخجل والكآبة فهذه واحدة من الأشياء اللي ممكن ننتبه لها بأنها ممكن تكون من العلامات اللي للتعاطي خاصة أنه مثلاً منشطات التوقف عنها بيدخل في كآبة زي ما ذكرنا أحيانا في البيت بتلاقي الأم أو الأخت أو, أو الزوجة بتلاقي أوراق لف أوراق لف التبغ وعادة الآن أغلب الناس ما بيستخدموا السجائر اللف زي ما كانوا الأقدمين يسووها إنما بيستخدموا السجائر المباشرة فلما يلاقوا أوراق لف التبغ في البيت او العثور على علبه كبريت او العثور على بعض الاعشاب الغريبه في مواد او العثور على حبوب غريبه ما هي ما يعرفوا عنها، هذه على طول من العلامات الانذاريه اللي قد تكون وانا اعرف انه بعض الاسر تعرفت على ادمان ولدها انه داخله على غرفه الام مثلا، داخله على غرفه ابنها تنظف، رفعت المخده او رفعت السرير بتنظف السرير لقت تحته في حشي يعني اعشاب غريبه وبعدين طلعت هذه نبته الحشيش او او شمه او او ايا ما كان من الاشياء اللي ننتبه. شم رائحه الكحول او نلاقي قوارير في البيت مخبأة وفيها اثار الكحول هذه واحدة من الاشياء اللي ممكن مع انه يعني الكثير من الشباب بيحرصوا انها ما تكون موجودة وبيحاولوا يخفوها. رائحة الغراء من الشخص يعني احيانا الناس اللي بيستخدموا المستنشقات زي ما قلنا هذه احيانا ريحة الغراء بتخلي الانسان يعني بتخلي الانسان يشك اذا لقى بالذات واحد من المراهقين بتخلي انه في ريحته غرة او في حوالي فمه في هنا تقرحات او او احمرار لانه احيانا بيشموها عن طريق العلب بيحطوها في علب وبيشموها فبيكون في هنا احمرار او حساسيه حوالي الفم هذه من العلامات اللي ممكن تنبه انه هذا الطفل او المراهق هذا او الشاب انه ممكن يكون حيستخدم المستنشقات او المواد الطياره اللي قلنا زي المذيبات المواد المذيبه اللي هي ممكن تسبب الادمان من العلامات ايضا شحوب الوجه ورعشه في الاطراف احيانا التعرق اللي هو زياده تعرق الزائد عن الطبيعي طبعا هذا ممكن يكون في حالات القلق وممكن يكون في بعض الناس اصلا تعرقهم طبيعي وممكن يكون في في حالات الادمان لكن نقول هذه واحده من العلامات اللي الشخص القلق دائما متوجس خاصه اللي بيستخدموا المنشطات في الفترات الاولى بيجيهم نوع من القلق الزائد في بعض الحالات وفي بعض الناس اللي بيتعاطوا الحشيش بالذات في لاول مره بيجيهم حتى نوبات من الهلع يعني ممكن يستخدم الحشيش لاول مره فيصيبه هلع نوبه خوف شديده جدا وهذه قد تدوم يعني لفتره دقائق او فتره اطول من كذا وهذه ممكن تعمل له قلق شديد وتلفت نظر اللي حواليه ايش في ليش متغير ليش الخوف هذا اللي ما ليس له مبرر هذه تقريبا يعني بعض العلامات اللي بتخلينا نتعرف على الادمان او يحتمل انه صاحبها بدا يدخل في الادمان عندنا فاصل قصير وبعدها حنكمل ان شاء الله هذه العلامات الشخص اللي امامك كيف تعرف انه يتعاطى المخدرات يبين عليه من شكله شكله يعني تشوف عيون ارهاق بجسمه أه يعني الجسم عند دبلان ما تشوف انه فيه صحه تقدر من من وجهه ومن عيونه تقدر تميزه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا بكم ايها الاخوه الاخوات نواصل الحلقه اليوم اللي تكلمنا بدانا فيها في القسم الاول نتكلم فيها عن العلامات اللي ممكن نتعرف فيها او السلوكيات اللي ممكن نتعرف فيها على المدمن او انه يعني كيف ممكن نشك في إنه هذا الشخص اللي معانا أو ساكن معانا أو اللي نعرفه إنه دخل في مشكلة الإدمان ولا لا ذكرنا بعض العلامات ونكمل الآن هذه العلامات من العلامات أيضا فقدان الشهية المعروف إنه في بعض المواد الإدمانية زي ذكرنا المنشطات وهذه منتشرة طبعا للأسف بين الشباب بين المتعاطين هذه بتؤدي لفقدان الشهية. ولذلك بيخلي الإنسان يعني يتحول إلى إيش؟ إلى إنسان ما, ما عنده شهية للأكل وممكن بعض الشباب يلاحظ عليهم أنه حتى فقدان الوزن بعد فترة بيلاحظوا عليه أنه ما عم بياكل وإذا استمر فترة ما عم بياكل بيتلاحظ الأم مثلاً أو الناس اللي بيهتموا فيه بأنه بيقولوا ولدنا صار ما يأكل ونحف نحف وفقد وزنه بشكل يعني كبير طبعاً فقدان الشهية هذه علامة لكثير من الأمراض لكن واحدة من الأشياء اللي نفكر فيها فقدان الشهية عند الشباب اللي هي احتمالية تعاطي المواد أو بعض المواد الإدمانية العصبية الزايدة ممكن يتحول الشخص لشخص عصبي وبأدفع الأسباب ممكن يستثار قد يكون بعض الناس هذه من طبيعته، لكن بعض الناس بتكون تظهر وتنشأ عليهم، وهذه بيلاحظوها على الاهل احيانا بيقولوا انه ولدنا كان في الاول هادي وولد عادي وولد، لقيناه بعد فتره انه والله بدا ايش؟ بدا يصير عصبي ولاتبه الاسباب بي بيثور وبيعصب علينا، وممكن يصير عدواني وعنيف وهذه من الاشياء اللي ممكن تلفت النظر انه عندنا هل ممكن عندنا مشكله مخدرات ولا لا، اهمال الدراسه، اهمال العمل، عدم الاكتراث، اللامبالاه، هذه واحدة من الاشياء اللي ممكن انها تكون ايضا من العلامات بيتحول الشخص زي ما قلنا وضربنا امثله على على بعض الناس اللي بيكونوا بيدخلوا في موضوع المواد الادمانيه وبعدين بيتركوا الدراسه او بيتركوا العمل او بيهملوا او بيصير في غيابات متكرره وهذه من الملاحظات ولذلك نحن واحده من الاشياء اللي لما بنقيم فيها مدى مشكله الادمان حتى احيانا بيصير في يعني اتصال بالمدرسة إذا كان طالب أو اتصال بالعمل إذا كان يعمل أو موظف أو سؤال الأهل هل بدأ بالفترة الأخيرة يصبح عنده نوع من الإهمال في الدراسة أو إهمال في العمل أو هل حصل أنه وجهت له انذارات بالنسبة في موضوع العمل أنه ما عاد يعني منتظم بالعمل وبالتالي صارت له انذارات وصار في خصميات وصار في عنده غياب متكرر وهذه طبعا ممكن تكون من علامات تعاطي المخدرات اه من الاشياء ايضا اللي بنلاحظها ايضا عند الشباب اللي هي ترك الفروض والواجبات الدينيه، بيصير في اهمال في الواجبات الدينيه، طبعا الناس من عند بدايه تعاطي المخدرات انواع، في بعض الشباب بيكونوا من الناس اللي ممكن يكونوا بيصلوا سواء بيصلوا بشكل منتظم او متقطع، بيحضروا صلاه الجمعه، بيحضروا المناسبات الدينيه الموجوده في صلاه التراويح وكذا، واحدة من الأشياء اللي تصير ملاحظة إذا دخل الإنسان في المخدرات في كثير من الشباب اللي يدخلوا في تعاطي المخدرات بيبدأوا بيهملوا في الواجبات الدينية طبعا جزء منها بسبب انشغاله بالمخدر جزء منها بسبب خجله جزء منها بسبب بعض القناة يعني يكونوا يعتقد بأنه ما حتقبل صلاته وشارب الخمر وبالتالي يقول لك ليش أصلي وهذا طبعا قلنا أنه خطأ هو مفروض عليه الصلاة وجب عليه الصلاة لكن يفقد ثوابها آه هذه الأشياء لأسباب يعني كثيره ممكن الشخص يبعد عن الاشياء الدينيه ويبدا يهمل جزء من اهماله في حياته طبعا الجانب الديني هو جانب قوي لدى الكثير من الناس فهذه من العلامات اللي ننتبه لها التوقف عن ممارسه النشاطات والهوايات الشخصيه في بعض الشباب قد يكونوا بيحبوا يلعبوا كره قدم يحبوا يطلعوا رحلات بيحبوا يزوروا اصحابهم الاشياء الاجتماعيه والهوايات والممارسات هذه ممكن انها تبدا تنخفض وتبدا تنحصر كلها في محور حول موضوع الماده المخدره بالذات لما يدخل الانسان في الادمان بشكل كبير. من العلامات ايضا المهمه جدا الميل الى الكذب، انه يصبح الشخص في عنده كذب ويختلق مبررات لكي انه يحصل على المال. وهذه علامه مخيفه لانها وانذاريه مهمه جدا انه بتلاقي الام او الاب يقول والله انا كان المصروف اعطيه اول مصروف يومي كذا بدا المصروف هذا ما يكفي شويه يقول كفرات السياره ابغى اغيرها شويه يقول بدي اشتري جهاز السياره وبعدين نكتشف بانه ما غير الكفرات او انه السياره ما تغير فيها شيء او انه الامر اللي, اللي بالنسبه له يعني طلب الفلوس علشان طلع غير صحيح احيانا حتى بيطلب اقساط اذا كانت مدرسه خاصه او معهد خاص بيطلب اقساط لكورسات او كذا بعدين بيكتشفوا الاهل انه هذه كلها اشياء غير صحيحه وهذه احيانا بيعقبها بعد فتره اختفاء اشياء زي ما قلنا ثمينه داخل المنزل او اختفاء اشياء معدات او اجهزه او او الى اخره مما يعني يمكن انها تجعل في شك في الموضوع من العلامات ايضا اللي ممكن تحصل اللي هي تغيير الاصدقاء طبعا الاصدقاء في بعض الناس من البدايه بيكون صداقاتهم يعني ليست جيده بيكون ما بيختاروا اصدقاء جيدين بيكون اصدقاء لما بيدخلوا في المخدرات بيستمروا مع اصحابهم في الغالب لكن بعض الناس اللي بيدخل في المخدر يكون عنده بعض الاصدقاء اللي ما بيتعاطوا مخدرات ففي بعضهم بيبدأ بينسحب تدريجيا من اصدقاء اللي ما عندهم تعاطي الى الناس اللي عندهم تعاطي، وبيكون شله جديده من الناس المتعاطين اللي هم بيتلائم معاهم ويستطيع انه ياخذ راحته معاهم، يستطيع ياخذ وقت معاهم، خاصه انه الكثير من الناس اللي مقدرات مخدرات بيتعاطوها يعني مع مع زملاء لهم، وبالتالي هذه بتخلي انه تغيير الاصدقاء وهنا ننتبه انه الاباء يجب انه الاب والام ينتبهوا لولدهم ويشوفوا أصدقاء ويعرفوا أصدقائهم حتى لو كانوا كبروا في السن وموضوع الثقة هنا يعني يجب أن ما نخلط بين موضوع الثقة أنه والله أنا أثق, أنا أثق بولدي لكن يحتاج أنه ثقتي تكون آه ثقة واعية ما تكون ثقة عمياء ثقة العمياء بتسبب مشاكل إنما الثقة الواعية اللي أنا أثق بولدي لكن في نفس الوقت أعرف من أصحابه أعرف من راحين أعرف من جايين وأعطيه مساحة من الحرية لكن ضمن حدود معينة هي اللي بتخليني أنتبه إلى أنه أصحابه هدول وأعرف أهاليهم أنا أعرف العديد من الأسر اللي بتربي أولادها بشكل جيد لما آه ولدهم بيمشي مع أحد أو كذا بيتعرفوا على الولد بيتعرفوا على أهله وبيشوفوا كيف الجو تبع البيت هل هو جو مناسب لهم ويتناسب معهم ومع ثقافتهم مع خلفياتهم ولا ما بتناسبها فهذه من الاشياء اللي ممكن تكون فيها ايضا هبوط العلامات الدراسيه والرسوب المتكرر احيانا هذه واحده من الاشياء اللي طبعا فيها ممكن تكون فيها مشكله انه يعني بيلاقي في امتحانات بعض الشباب هنا بيلجا للاسف الى تزوير بيبدا يعني يا بيزور في الدرجات او انه وهنا الاب لما يكتشف تصبح صدمه بالنسبه له لانه بيلاقي نفسه انه والله كان يظن انه ابنه ناجح ناجح وبعدين بيفاجئ في نهايه السنه انه عليه اكمال او انه لا اكثر من الاكمال في رسوب والسبب انه ابنه كان عم يعطي درجات غير صحيحه او عطيه فكره غير صحيحه وبالتالي يعني يفاجئ ويصدم ويكتشف بعدين انه الابن هذا صار عنده او يعني يكتشف انه هو يعاني من مشكله المخدرات احمرار العينين بصوره متكرره آه هذه بيجي بالذات مع الحشيش وطبعا في ناس عندهم حساسيه ما في شك. لكن احنا بنقول واحده من العلامات اللي ممكن ننتبه لها نشوف العينين محمرين بشكل متكرر هذه واحده ما بتخليني يبغالي الاب يسال نفسه هل الموضوع هذا موضوع آه يعني مخدرات ولا هو موضوع حساسية ولا في سبب تاني ولا إيش ولا قلة نوم يعني المهم أنه احمرار العين من العلامات الاصفرار أحيانا والشحوب في الجسم هذه واحدة من العلامات اللي تنشأ أحيانا من بعض المواد المخدرة زي ما قلنا بتفقد الشهية وبتصير الواحد بيصير عنده نقص في التغذية وبالتالي ممكن يعني يحصل عنده شيء من الاضطرابات هذه بالنسبة لنا أرجع أقول هذه الأشياء كلها لا تدل دلالة قاطعة إنما اللي بيحصل أنه إذا شك الإنسان في هذا وإذا شك أنه ابنه ممكن في واحدة من الأشياء اللي هي أنه يعرضه على طبيب نفسي طبعا بالتفاهم مع الولد في الأول بيحاول من الأول أنه يتفاهم معه العرض على الطبيب وإجراء بعض الفحوصات والتحاليل اللي بتعمل إثبات في الموضوع هذا في نقطة مهمة بس محتاجينها في التعرف على مشكلة الإدمان نقطة يعني نذكرها بشكل أخير انه بعض الناس تظن انه الكشف على الكشف البول للمواد المخدره هو يعني قطعي ويفصل بين موضوع ابني بيتعاطى او بيتعاطى، والواقع انه كل ماده من المواد يجب ان نتذكر كل ماده من المواد لها فتره بقاء محدده في الجسم، بعضها بيكون ساعات، بعضها ايام، بعضها بيقعد اسابيع، وهذا بحسب الماده وايضا العلامات اخرى بحسب الكميه اللي بياخذها والفتره اللي بياخذها اذا عندي الماده نفسها هل بتجلس فتره طويله في الجسم ولا لا عندي ال ال الكميه اللي بياخذها هل بياخذ الشخص كميات كبيره وكل ما اخذ كميات كبيره ممكن حتجلس اكثر عندي ايضا غير الكميات الكبيره عندي موضوع الفتره هل انا عم باخذها من اسبوع من اسبوعين من سنه هذه كلها لها عوامل في قضيه انه هل الماده هذه حتطلع في فحص البول ولا لا وبالتالي نحن نقول فحص البول يثبت لا يثبت الإدمان يثبت التعاطي يثبت أن هذا الإنسان تعاطى في فترة معينة لكنه عدم وجود يعني إذا, إذا, إذا المادة ما لقيناها في البوم ممكن الابن مثلا يكون بيتعاطى بعض المواد وبعدين يصير خلاف بينه وبين ابوه ويجلس ويحرموا ابوه من الخروج من المنزل عده ايام وبعدين لما تثار مشكله المخدرات ممكن يجيبه ويوديه على المستشفى ويقول حللوه وشوفوا ممكن تطلع النتيجه سلبيه سلبيه ما معناها انه الولد ما بيتعاطى مخدرات سلبيه معناها انه حاليا اليوم اللي شفنا في التحليل ما كان في ماده مخدره او منشطه وهذه طبعا المواد اللي بندور عليها في مواد ايضا ما بتطلع بالتحاليل الاعتياديه محتاجه تحليل خاص اذا شك فيها الانسان ولذلك بنقول وجود يعني الاثبات او النفي هذا يعني يحتاج الى قرار طبي ويحتاج الى عوامل وممكن واحد يتعاطى بعض الادويه وتطلع احيانا نتائجها ايجابيه لمواد مخدره ولذلك هذا الموضوع دقيق شوي وما نحتاج ناخذه كذا بشكل قطعي واحد زائد واحد يساوي اثنين ما هي بالضروره بهذا الشكل انما نحن بنقول عندنا هذا قرار طبي واذا شك الاب وعملت التحاليل يا لابد انه يكون في نصيحه طبيه وشرح طبي والتحليل هذا هل مفسر ولا ما مفسر ومتى اخر مره شك فيه وهذا اللي بيخلي يعني النتيجه دقيقه اكثر في معرفه هل الشخص هذا تعاطى المخدرات ولا لا هذه تقريبا جوله سريعه في اهم العلامات اللي بتخلينا نتعرف على الادمان اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل فيها الفائده وان ينفعنا بها والى لقاء اخر في حلقه قادمه في جولتنا هذه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته